الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إخواني وحن ربعين أن إرهضو صدح ساعدات يين أن إرهضو إن شاء الله تعالى قفك أوذو صدح الدعانة يين كرهضو سجود دينات كد عيسته صدح ساعدات إنت رمضان كجرنو بي قيب آد مهم سيتهي وحوي عند الإفطار مركز أفريصو dadku hadal iyo sheeko kale lagu mashquula ilaahi subhanahu wa ta'ala bari oo gacmo hoos dhigo rasuulku xuri sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka sooma wuxuu leeyahay duco marka uu afurayo oo mustajaba ah oo ilaahi ka yeelayo waa ku labo aakhir al-layl habeenki gelinkiisa dambe inta aan salaada subax la gaarin iyadana allah ba soo dega subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ma jira qof ee wax i weydiisanayo oon siiyo qof istikfaar iyo dembi dhaaf warsanayoon u dembi dhaafaa marka istikfaartuna yayna ku dhaafin ilaahay dembi dhaaf xilligaa weydiisto dadka ku tukada masaajidka salaada subax soo gaadha haddiiba jaanis loo helo iyadana waxaa fiican ilaa qoraxdu ay kaga soo baxayso ruuxu meeshu ku tukaday inuu sii fadhiyo iyaduna waa cumra iyo xaj تام أجر كود أيا قفك على وصينيا سدح للدعو إن ربعنا ندر دارمو الشيخ ابن باز رحمه الله بان آت كنت أبرالوجي ودر دارما ثلاثة أدعية سدح دعو ها ما من أبو إلى إن سجود إله كبريدا مدك وبعد وحاوي إله إن ويديسة حسن الخاتمة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة وكو دعاء لبعضنا إن الإله ويديسوت اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت تاسنا وامد اللبعض تصدحات ودعاء الرسول كوكوع الإنجر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنا المركز العليا الدعاء دي اللهم ارزقني توبة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهاميو أو الله إنها ليشيو أو الله إن كرسيو إن الإلهي كوي ديس إن سجود أو وقتك إلهي سبحانه وتعالى أوبدا أو قفك لك أجيب دعاء أكجرو وجزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.